هذا لازم نفحص أنفسنا إحنا نشوف ما هي موانع الدعاء. يعني أنت تقرأ في دعاء كمال الذنوب التي تحجب الدعاء والكذا الذي تحجب الدعاء والكذا التي تحجب الدعاء، والحمد لله إحنا ما مخلين واحدة كلها مجمعيها عندنا. لو كنا إحنا صادقين، يعني لو كنا صادقين في دعواتنا، الدعوة ينبغي أن نكون بصدق. دعاء لماذا لا يستجاب؟ أن يكون بصدق وإخلاص. أما ما أدعو لأنه شيء روتيني، شيء اعتيادي، هذا يطلع من الصبح اللهم ارزقنا، لأنه شاف جارة أو شاف أم من يطلع قال اللهم ارزقنا، يفتح دكانة قال يا فتاح يا رزاق، هو مسوى مثل يا فتاح يا رزاق. هذا شيء روتيني، الشيء الروتيني ما يأثر. أن يكون عن إيمان وعن صدق وعن استعداد، أنه إحنا ما هو الاستعداد الذي عملنا لخروج الإمام المهدي حتى نقول لله تعالى أنه إحنا مستعدين تمام الاستعداد ونطلب منك أن يخرج الإمام المهدي. لو كنا إحنا مستعدين تمام الاستعداد الله سبحانه وتعالى لا أظن أنه يرد هذا الدعاء.